ايه، لانه لما حكيتيني كنت مع هجرس ما قدرت رد. بتعرفي ما كان رايق كالعادة. ايه شو صار معك؟ احكيلي. ورجيته نجوم الظهر، زليت يلي خلفه. العمى بقلبك شو قوية. ايه شو عملتي فيه وليه؟ اليوم بس شوفك بحكي لك كل شي. وبهالمناسبة اليوم عازمتك على السهرة، بدنا نجن ونهيس. ايه يا ريت، بس مستحيل، هجرس متيس بعرفه انا. وهذا الدب بده يضلوا هيك؟ خلص شو بدك فيه بقى؟ لا 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 ما بقدر. يا هبلة يا هبلة، ما ضروري يعرف. خلص بتقولي له انك نمتي بكير وخلصت القصة. لك والله طائق قلبي لحتى اسهر، بس ما بعرف، يعني مو ظابطة. ظابطة ونص، اليوم لنسهر ونفرفش. لشوف. يبعث لك الهنا يا طارق، شكلك مانك قليل بنوب. على اساس انت الهينة يعني؟ إيه، انت كل شي فيكي من ساسك لراسك مو هيك، وراسك شي ثاني. والله حتى بالغزل مانك مقصر، شكلك بتعبي الراس كمان. سيجارة؟ طيب اذا هيك فيني اعرف شو عندك هلا بعد السهرة؟ ما عندي شيء. حلو، أنا في عندي مكان ظريف وقريب من هون، شو رأيك نروح نكمل سهرتنا هنيك؟ إيه ليش لا؟ بس أنا حبيبي ما بطلع هيك. كيف يعني هيك؟ حلو. صح. عم قول أنا هضامي مو لله. وبالدولار كمان. كمان حتى انتو حولتوا على العمله الصعبه؟ حبيبي كل شيء حقه فيه. قوم نرقص. ابوه من وين بس فهميني؟ انت مالك عايشه بهذا البلد؟ مالك سمعاني شو عم يصير؟ ولي خطفك؟ خوفتيني ها؟ يا الله ما خايف شو عشان انت ما دخلك. المهم اذا حكيت امي بتقولي لاني تعبانه كثير ونايمه كبار، ولك تعي لهون ولك معك هويه، ما بتعرف الحواجز كيف عم تدقق بالليل؟
حبيبتي انا مع ابن شعيري هدول خط عسكري شاف ترجع بتقلي الشعيري حبيبي ليش ساكت؟ ليش تأخرتي اليوم على الدوام؟ هجرس قلت لك إني كنت تعبانة وما نمت طول الليل مشان هيك تأخرت بالفاقة أنت ليش عم تكذبي؟ أنا ما عم كذب لأنه هاد يلي صار ليه؟ أنا معي فيكي دكتورة حافظك أكثر محافظ حالي لما بتكذبي بعرف إنك عم تكذبي طيب رح قلك بس مبارح رحت أنا ومايا وسهرنا وتأخرنا شوي مشان هيك ما قدرت فيه الصبح بس هاي شبك ليه عم تبكي فوتي ليه شبك شو صاير معك لا جنينيني احكي لي شو صاير تخانقنا انا وهجرس وما عم بيرد علي تضربي منك لإله كل هاي المناحه مشان هذا الشرشوح لك انا بحبه بعشقه لك المشكله انه هو بيعرف بهذا الشيء مشان هيك عم بيزلني عم يزلك وكتير فرحانه بحالك ليا احكي لي شو صاير بالضبط عارف اني رحت سهرت معك وجن جنانه المشكله انه انا ما بقدر كذب عليه فورا بيكشفني ما هو حافظني بصم ما هو حق والله ممكن تمسحي لي دموعك وتسمعيني منيح تسمعي ولا انت بنت حلوه ومو ناقصك شيء لك الف رجال بيتمناكي جمال وحلا وثقافه وبنت عيله على شو لاحقتي لي ورا هذا الشرشوح؟ لك انت بس اشرب اصبعتك مليون رجال بيجي لعند كندرتك لك العيصر مايه اسمعي منيح مكتوب على هالساء بيروح عاشق بيجي الف مشتاق لك مايه انت ليش ما عم تفهمي؟ ليش ما عم تفهمي اني انا بحبه من جوات قلبي؟ لك انا ما فيني اتخيل حياتي بدونه ان شاء الله عمرينك وعملتي لي فيها قيس وليلى ومكتره كمان انا قاعد مساوي نسكافيه بدك ولك ما بدي شيء بدي هجرس انتي وحده هبله على فكره لي اي
شكرا، تفضل. يعني هاد فينا نقول عنه أداء علمي فني متمكن. برافو عليك. عفوا لو سمحتي. تفضلي لو سمحتي. عفوا احترم حالك، انت شو فكرني؟ مدام مايا، انا المقدم قصي. تفضلي بكيفك احسن ما اجيبك بطريقتنا. لو سمحتي. مايا حمود، عمرك 26 سنة، كنت مضيف الطيران بسوريا وتقلعتي لأسباب أخلاقية، بس عاملة حالك لسه بالشركة لحتى تبرري غيابك وسفرك المتكرر على دبي وبيروت وغيره. ما شاء الله ما شاء الله، متاركة حدا من شرك، تجار، أولاد مسؤولين، ضباط، صاغة. خلصت الكبار وبلشت بالصغار. شو بدنا بالحكي؟ ملف مشرف بيرفع الراس، بس إذا بدك هذا الملف بيختفي وكأنه مو موجود أساسا. وإذا بتحبي بنفتحه وبنفتح كل البلاوي اللي فيه، بس إذا خفينا رح يكلك ظهر، وظهر ما كان كتير تستندي عليه. شو بدك؟ شي بنفس اختصاصك. إذا هيك شغلتك كتير بسيطة. لا مو أنا، مو أنا أبداً، بس شي بنفس الوساخة.